بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنكمل مع بعض شابتر 2 اللي هو كان بيتكلم عن السيركت elements، واحنا كنا بدأناه المرة اللي فاتت، وتعتبر محاضرة النهاردة ان شاء الله معظمها حل مسائل تدريب على كيرشوف كارنت لو كيرشوف فولت لو. احنا بدأنا طبعا المحاضرة اللي فاتت بالكلام في موضوعات اللي هي توصيل المصادر مع بعضها عامل ازاي، وكذلك سواء كان كارنت سورس او فولت سورس، واتكلمنا عن انواع السورسز المختلفة. بعد كده وصلنا لمرحلة ان احنا عشان نمهد لكيرشوف كارنت لو كيرشوف فولت لو، ان احنا اتكلمنا عن مفهوم النود والباث واللوب والبرانشز والفرق ما بينهم ايه، لغاية ما خدنا قانون كيرشوف اللي هو كيرشوف كارنت لو او الفيرست لو اللي هو خاص بالتيارات، واللي كان بيقول ان السميشن اوف الان كارنت بيساوي السميشن اوف الاوت كارنت، واتفقنا ان او انك تقول مجموع كل التيارات اللي موجودة حوالين اي نود بيساوي صفر. واللي احنا بنشتغل بيه دايما لو احنا قلنا مجموع كل التيارات اللي حوالين النود بيساوي صفر، ان الان كارنت اللي داخله بعتبرها بالموجب على اساس انها بتزود يعني، والاوت كارنت بعتبرها بالسالب على اساس انها حاجه خارجه من عندي. واتكلمنا عن ان توصيله الاليمنت ان سيريز غير ان بارل، في حاله التوالي او السيريز بيكون الكارنت بتاعي ثابت بينما الجهد هو المتغير، وقلنا ان في دايره زي اللي عندي اللي تحت دي الكارنت اللي ماشي فيها كلها واحد اللي هو الاي، انما الفولت اللي موجود في ار واحد لا يساوي الفي ار اتنين وهكذا، يعني لغايه ما تخلص في واحد وفي اتنين وفي تلاته وفي اربعه. واخدنا عليهم مثال المره اللي فاتت اللي هو احنا ازاي نقدر نتعامل مع دايره زي اللي موجوده قدامنا دي، ازاي ممكن استخدم كيرشوف كارنت لو بس عشان اجيب قيمه التيار. النهارده ان شاء الله مثلا مديني دايره تانية بمنظر تاني اهو، وبيقول لي sum the current at each node in the circuit shown في الفيجر اللي قدامي ده، node that there is no connection dot in the center of the diagram. يعني هو بيقول لك انا عاوز ان انت تجمع لي التيارات عند كل نود موجوده في الدايره، وبيقول معلومه مهمه جدا node that there is no connection dot in the circuit. لما بيبقى في عندي اي connection في الدايره الكهربيه بيتعمد ان هو يعمل لي نقطه زي كده عشان ياكد لي ان الكيبلز دي او الوايرز دي كلها كونكتد ببعضها مربوطه ببعض، انما واحد زي الاثنين اللي موجوده في النص دي او الكروس اللي في النص دي مفيش نقطه موجوده هنا، فعاوز يقول لي ان دولت مش كونكتد ببعض، يعني الاميتر ده او الكرنت سورس الموجود ده متوصل فوق البرانش اللي تحت، او يعني او العكس، او البرانش اللي تحت ده موجود فوقه، المهم ان مفيش كونكشن بين الاثنين. يعني من الاخر عايز يقول لي ان التيار اللي ماشي في البرانش ده اللي هو الاي اي ده تيار صحيح ما بيتجزقش في النص يعني. Where the 4 ampere branch crosses the branch containing the ideal current source. نفس الكلام بيقوله لك ان هو بيعدي من عليه يعني ما بيتقاطعش معاه. المهم ان الخلاصه ان هو عاوز يعمل سميشن لكل الكرنت اللي موجوده عند كل نود. فحل مساله زي دي انك بتقول مثلا عند النود اللي هي اللي اسمها ايه، بتجمع التيارات اللي داخله وتساويها باللي خارجه، او تجمع كله وتخلي اللي داخل بالموجب واللي خارج بالسالب. عند النود ايه اللي هي اول نود انا هشتغل عليها كده، هلاقي ان اي واحد خارج، اي اتنين داخل، اي اربعة خارج، اي خمسة داخل، يبقى هنا اي واحد زائد الاي اربعة بيساوي اي اتنين زائد الاي خمسة. طيب ادي اول نود خلصت. النود التانية اللي هي النود رقم بي، هنا عندي التيار اللي داخل، ادي اي واحد داخل، اي اتنين خارج هخليه اليمة التانية، اي تلاتة داخل يبقى زائد هنا اي تلاتة، اي قصدي ده اسمه اي مش اي تلاتة اللي هو الكرنت سورس ده اسمه اي تلاتة خارج يبقى زائد الاي تلاتة، اي بي داخل يبقى هنا الاي واحد زائد الاي اي زائد الاي بي دولت داخلين، اللي خارجين اي اتنين زائد اي تلاتة دولت هما اللي خارجين من الدايرة. بعد كده عندي عند النود سي، طبعا المساله يعني بسيطه جدا، هو بيعتبر ان انت ما شفتش اصلا كيرشوف كارنت لو قبل كده يعني. فعند النود سي مثلا عندي التيار اي 3 دي داخل يبقى زائد التيار اللي اسمه اي سي زائد التيار اللي اسمه اي 4، هما الثلاثه مع بعض بيساوي التيار اللي اسمه اي بي، فكده احنا خلصنا النود سي. عند النود دي التيار اللي اسمه الاي اي زائد التيار اللي اسمه الاي اي 5 قصدي زائد الاي اي زائد الاي سي بيساوي صفر، الثلاثه خارجين من الدايره. كده الحل بتاعي خلصت انا كده الاربعه برانشز الموجودين. دلوقتي بنتكلم على
المسألة التانية يجيب لي بقى بدل ما بيطلب مني بس المعادلات دلوقتي هيطلب مني يديني أرقام ويطلب واحد مجهول أو يعني حاجة مجهولة، بقول find each of the unknown current، هات لي كل تيار مجهول أو مش معروف. فأنا همسكهم نود نود، أنا عندي نود الأولانية أهي هعمل عليها دايرة بالأحمر عشان أعرف إن أنا واقفة هنا، داخل 10 ملي أمبير، خرج منهم 2، ماشي، يبقى كام؟ يعني لو أنا بمشيها بفكرة إن اللي داخل بيساوي اللي خارج، يبقى دخل 10 ماشي واللي خرج 2 زائد الاي 1، طبعا الوحده بتاعتك ميلي امبير في الحالتين، يبقى التيار اي 1 بيساوي كام؟ 8 ملي امبير. طبعا هي بتتجاب بمجرد النظر، يعني ادي 8 10 داخلين خرج منهم 2، يبقى اللي هيعدوا اليمه الثانيه 8. طب هاجي عند النود دي داخلها 8 وخرج منها 1 وخرج منها اي 3، يعني 1 زائد الاي 3 بيساوي 8، يبقى الاي 3 بتساوي كام؟ بتساوي 7. يبقى هنا دخل 8 عند النود دي خرج منهم 1، اللي يتبقى كام يعدي؟ هما 7. طب نمسك النود دي دخل ليها 2 ودخل ليها 1 وخرج منها حاجة، لما يكون دخلها 1 و2 يبقى كده دخلها 3، يبقى يخرج منها كام؟ 3، اللي داخل بيساوي اللي خارج. طيب يبقى انا هشوف بقى النود الأخيرة، ادي دولت 7 وادي دول 3، يبقى خرج منها كام؟ 10. ده اللي بيأكد لك ان الحل بتاعك صح، ان التيار اللي داخل لازم يساوي التيار اللي خرج من الدايره. ما فيش عندك اي حاجه، يعني مفيش اي مصدر في اليمه دي مثلا هقول ان هو بيدي هو كمان كارنت، لا ده انت عندك اللي دخل هنا لازم هو اللي يخرج، فاللي دخل 10 واللي خرج عندي 10. دايره زي اللي موجوده قدامي دي في هنا 6 امبير دخلوا خرج منهم 2 مجاهيل اي 1 واي 2، معرفش احلها. هنا اي 1 1 امبير واي 3 في مجهولين معرفش، خلاص فين هبدا من تحت اهي، دخل 2 خرج 1 ماشي وداخل اي 2، يعني هنا اي 2 زائد الاتنين بتساوي 1، يبقى الاي 2 بتساوي ايه؟ بتساوي سالب 1 امبير، يعني اتجاهها معكوس. ممكن تسيبها زي ما هي كده او ممكن تقول لا العكس، هي ما هيش خارجه ده هي المفروض تبقى داخله. يبقى معنى كده ان اللي دخل كان كام؟ اللي دخل كان 7 امبير ماشي، يبقى 1 زائد 6 يبقى لنا كده ده 7 امبير ماشي. السبعة امبير دخلوا من هنا اهم كده ودخل 1 كده، يبقى ده كده كام؟ 1 زائد 7 8 امبير. طب ايه بقى اللي بيقول لي ان التوصيله صح؟ ادي كارنت دخل على الدايره، كارنت دخل على الدايره، كارنت خرج من الدايره. لو انا بصيت على دي كده كلها كمش في متغذيه من 3 اماكن، من 2 امبير و6 امبير داخلين جوه، يبقى في 8 داخلين، يبقى كان الايكوفالنت يكون في كام؟ في 8 خارجين. فالتوصيلة بتاعتي ايه؟ صح. واحدة تانية اهي همشيها كده برضو، ادي دخل 5 خرج منها 2، يبقى اللي هيعدي كام؟ هيعدي 3 امبير، 3 امبير مشوا كده خرج منهم 4، 3 يخرج منهم 4، يبقى ده معناه ان التيار اللي كان هنا كام؟ لو انت مش عارف تحسبها او متعرفش تعكس الاشارات يبقى هتقول اللي دخل 3 زائد ناقص الاربعة، انا هدخل ده 3 واللي خرج ده 4 ماشي، والاي 2 انا معرفش هو بكام، زائد الاي 2 بتساوي 0، يبقى 3 يبقى دي كده ناقص 1 بتساوي ناقص الاي 2، يبقى الاي 2 عباره عن ايه؟ عباره عن 1 امبير. وبما ان انا اعتبرته اتجاهه موجب يبقى هو اتجاهه كده. طيب ايه اللي بيأكد ان كلامي صح؟ ادي في 5 دخلت اهي، في 2 خرجت، يبقى اللي مشي في بقية الدايرة كام؟ 3. ادي 1 اهي و4 خرجت، يبقى اللي خرج من الدايرة كام؟ اللي خرج من الدايرة 3، يبقى فعليا دخل 3 وخرج 3 من الدايرة. نيجي بقى لمسألة تانية برضو، هي طبعا هي كلها بنفس الشكل، فممكن احل مثلا دي كده كمان وبفوت اللي بعدها. هنا دخل 1 امبير ودخل 6 امبير، يبقى كده في 7 هيعدوا في الاتجاه ده، يبقى ده كده في 7 امبير هيعدوا في الاتجاه ده، تمام. ادي 7 هما دخلوا على البرانش ده، هاجي اعرف احل النقطه دي، في 7 داخلين هنا، 7 وفي 2 خرجوا، في اي 2 وفي اي 3، ده كده اعرف احلها. يبقى في 7 داخلين وفي 2 و3 يبقى في 5 خارجين، يبقى الايه؟ يبقى دلوقتي في عندي خارج كام؟ ادي في 7 داخلين وفي 5 بس اللي خرجوا، لا ده المفروض كمان 2 يخرجوا، يبقى في 2 هيخرجوا هما كمان. تحسب الحكايه كده، انت مدخل له 7 في الحته دي، فلازم الايكوفالنت بتاع البرانشز المتبقيه تصرف التيار بحيث مجموعهم كلهم على بعض بيساوي 0، يبقى في 7 دخلوا
في 2 خرجوا و3 خرجوا، يبقى في 5 خرجوا، يبقى بقى 2. طيب هنا 3 دخلت اهي و4 دخلت اهي، يبقى لازم يخرج كام؟ لازم يخرج 7. وبالفعل كان دخل 7 في الدايره وخرج 7 من الدايره. بنفس المبدا تقدر تحل المساله الاخيره دي اللي هي رقم س. هنا بيقول بالرجوع للدايره اللي قدامك دي، استخدم كيرشوف كارنت لو تو سولف فور ذا انون كارنت اي 1 واي 2 واي 3 واي 4. عايزك تحل هنا اي 1 واي 2 واي 3 واي 4، وبعد كده رجع طلب منك تحسب له قيمه الفولت في اللي موجود على المقاومه ار 1 اللي هو موجود هنا. الاول التيار اللي داخل في الدايره اللي هو ايه 500 ملي امبير، يبقى لازم اكون متوقع ان اي 2 ده هيساوي كام؟ اي 2 ده هيساوي 500 ملي امبير، يعني مفيش اي مخرج تاني في الدايره، فدخل 500 هيخرج من الدايره خالص اللي هم الايه ال 500. مبدئيا كده 500 ملي امبير وهم ماشيين في السكه وقع منهم 200 راحوا في اليمه دي، يبقى في 200 مشوا كده، يبقى اللي هينزل عندي هنا كام؟ هينزل هنا 300. ناخد بالنا ان ال 100 ملي دولت اللي ماشيين في الحته دي، ماشي، يبقى هنا في 300 نزلوا كده، اتوزع منهم 100 هنا، يبقى اللي مشي هنا كام؟ 200 ملي امبير. هو كان عاوز يعرف اي 1، احنا قلنا له اي 1 ب 200 ملي امبير، عايز يعرف اي 2 ب 500. انا عرفت منين 500؟ عرفتها ان ده داخل بيساوي اللي خارج. طب هفترض ان انا ما اعرفش المعلومه دي، هعمل ايه؟ هبدا اجمع التيار اللي خرج من البرانش ده، ادي 200 اهم وادي ال 100 اهم، ادي 300، يبقى لازما في 200 هيجوا لي من اليمه دي. يعني هنا 200 مشوا، 150 نزلت منهم هنا، يبقى في 150 مشيت في الحته دي، يبقى الاي 3 ب 150، 50 زائد 150 ترجع تاني 200 هنا، تمشي هنا 200 وهنا 300، يخرج عندي كام؟ 500 ملي امبير. الحكايه في منتهى السهوله. كيرشوف كارنت لو وكيرشوف فولتش لو على قد ما هم سهلين، على قد ما معظم المسائل اللي بتبقى صعبه بتبقى الهنت الصغيره بتاعت الحل متخزنه في القانونين دول. هنا عاوز يعرف الجهد اللي موجود على الاكروس ذا نتورك، كالكوليت الفولت، الفولت اللي موجود على النتورك دي. تاخد بالك ان النقطه دي، نمسح الاول الكلام اللي موجود ده كله باستثناء ان احنا عارفين ان اي 1 ب 200، ده كده بس اللي يهمنا ان انا عارفاه ان ده ب 200، عايزاه كده للاخر. يعني النقطه دي هيها النقطه دي، لان مفيش حاجه متوصله ما بينهم. نفس الحكايه، النقطه دي هي النقطه دي، يعني معنى كده ان الدايره دي كده كلها على بعضها متوصله بارلل مع الدايره دي كلها على بعضها. يعني عايز اقول ايه من الاخر؟ ان الجهد اللي داخل موجب وسالب الفي هو هواه اللي واقع على المقاومه دي، هو هواه اللي واقع على المقاومه دي، هو هواه اللي على ار 3، وهو هواه اللي موجود على ار 4. يعني في اللي هو عاوزها دي ممكن اجيبها باربع طرق مختلفه. لو انا عارفه الاي 1 وانا عارفه الاي 1، فهي عباره عن الاي 1 في الار 1، وهو عباره عن الاي اللي هو ال 100 ده اللي هو ال 100 ملي امبير مضروبه في ال 25 اوم اللي هي ار 2، وهو قيمه الاي 3 مضروبه في الار 3، وهو قيمه ال 50 ملي امبير مضروبه في الار 4. بس انا ما كنتش اعرف حاجه غير ار 2 بس اللي انا عارفاها اللي هي 25 اوم، فانا هستخدم المعلومه دي بس. يبقى ده كده قيمه الفي اللي هو عاوزني اجيبها، الفي بتساوي ال 100 اللي هي قيمه التيار اللي مش هنا في ال 25. طب بعد ما جبته اقدر اعمل ايه؟ يبقى بعد ما جبته بقى معروف بالنسبه لك، ماشي، يبقى قيمه الجهد اللي موجود عندي اللي هو فيه اللي كان مجهول ده هو عباره عن ال 100 في ال 25، بقى بيساوي الاي 3 في الار 3. لو انت عارف الاي 3 وانت عارفها فعلا، تقدر تحسب من هنا مين الار 3، يبقى الار 3 عباره عن الرقم اللي هيطلع هنا تقسمه على الاي 3 تطلع منه الار 3. نفس الحكايه لو انا خدت الرقم ده وقسمته على ال 50 ملي امبير هطلع قيمه الار 4، لو خدت نفس الرقم ده وقسمته على الاي 1 هطلع قيمه الار 1. والحل بتاع المسائل دي مش محطوط لانه هو في منتهى السهوله. يعني المساله دي مثلا بيقول استخدم كيرشوف كارنت لو تو سولف فور ذا انون كارنت، برضو استخدم كيرشوف عشان تحل لي الانون كارنت. وبعد كده بيقول لك عايز تعرف الفولت اللي هو اكروس النتورك اللي موجود حوالين النتورك اللي هو الجهد ده موجب وسالب اللي هو قدامي ده، وديتيرمين ذا ريكوايرد فاليو اوف ذا فولتج، وعاوز يعرف قيمه الجهد اللي موجود هنا. وبيقول ايه استخدم كيرشوف فولتج لو. احنا لسه ما دخلناش في كيرشوف فولتج لو، بس يعني ممكن افوت الحته ديت وبعد كده ارجع لها تاني يعني، بس خلينا نحل المطلوبين الموجودين في الاول.
هنا عندي الثلاثة امبير داخلة، هاخد النوت دي كده، في 3 امبير داخله. خد بالك ان ال 3 امبير هي هياها الاي واحد، هو بس عاوز يلخبطك يعني. هي شوف كده هتفتكر انت ان الحته دي مختلفه، فاللي ماشي هنا غير اللي ماشي هنا ولا لا. فالاي واحد هنا بيساوي ال 3 امبير، ما فيهاش كلام. ماشي، ادي 3 امبير داخلين و1 امبير داخل، يبقى اللي خارج منهم كام؟ اللي خارج 4. اللي خارج ده هو الاي 2، فالاي 2 هيساوي 4 امبير. ماشي، يبقى في هنا كده 4 امبير مشوا في الحته دي، في هنا 1 امبير مش في الحته دي. طيب عايز اجيب التيار المجهول اللي هنا ده اللي هو الاي 3. الاي 3 بيساوي ايه؟ في 6 امبير دخلوا وفي 1 امبير خرج، يبقى البرانش اللي متبقي هيبقى عباره عن ايه؟ 6 ناقص 1 عباره عن 5 امبير ماشيين في الاتجاه ده، يبقى 5 امبير. كده انت قدرت تجيب كل جهد موجود في الثلاث دوائر دول. هنسيبهم ونرجع تاني للمساله دي، بس قبل ما اقول نرجع تاني محتاج اعرف التيار اي 5. احنا اي 3 قلنا عباره عن 5، يبقى 2 زائد 5 كام؟ 2 زائد 5 اللي هو التيار اللي ماشي هنا عباره عن 7 امبير. ال7 امبير ماشيين كده، والاي 2 عباره عن كام؟ اي 2 اهي، اي 2 ب4، يبقى فينا 4 هنا و7، يعني يبقى التيار اللي خارج هنا اي 4 بكام؟ ب11 امبير. الكلام ده عشان اعرف ان هو صح اعرف منين؟ الدايره دي دخلها 3 امبير، ومن اليمة دي دخلها 6 امبير، ودخلها من تحت 2 امبير، يبقى 2 زائد 6 8 زائد 3 كام؟ 11، وخرج منها كام؟ 11 امبير. يبقى انا لحد المرحلة دي انا متأكد ان الحسبة بتاعت التيارات بتاعتي صح. ناقص ان انا احسب مين؟ احسب الفولت اللي هو موجود على الاتنين برانش دول. وعشان احسب الفولت هستخدم مين؟ هستخدم كيرشوف فولتج لو، سواء الجهد اللي موجود هنا او الجهد اللي موجود في الحته دي. بس انا هسيب الحته دي لغايه ما اشرح كيرشوف فولتج لو وارجع للمساله تاني. كيرشوف فولتج لو بيقول ان مجموع الجهود اللي موجوده جوه اي كلوزد لوب مغلقه بيساوي زيرو، او ان الفولتج رايز بيساوي الفولتج دروب. الفولتج رايز ده اللي هو ايه؟ اللي هي الحاجه اللي بتدي طاقه هتساوي مجموع الحاجات اللي اخذت منها الفولت، يعني الحاجات اللي بتدي فولت هتساوي مجموع الحاجات اللي اخذت منها الفولت، فدي بيسموها الفولتج رايز، ودي دايما بتطلع من السورسز بتساوي ايه؟ الفولتج دروب. دايما الفولتج رايز يعني ايه الزيرو؟ بيقول لك ايه اللي هو الكي في ال، هو الالترناتيف فورمز، ليه صور مختلفه كتيره في التعريف. اما ان انت هما الصورتين دول انا اقول عليها ان هي مجموع الجهود بتساوي صفر، او ان اللي بيدي بيساوي ايه؟ مجموع اللي بيستهلك او بياخد. يعني في حاجه مهمه ان انا لازم اعرفها هنا، ان الباسيف ساين كونفنشن هي الاساس في حل الدوائر بتاعتي اللي هي باستخدام كيرشوف فولتج لو. لما بيكون عندي مثلا مصدر، يعني دايره زي اللي قدامك دي، لو انا عايز اقول السمشن بتاع الفولتج اللي موجود فيها بيساوي صفر، فانا هقول ايه؟ هعمل اتجاه تيار وليكن هو ده اي واحد اهو، ماشي، وهشوف كل اشاره انا داخله عليها منين. يعني لو انا داخله على السالب هاخدها سالب، داخله على الموجب هاخدها موجب، فاقول ده اتجاه التيار اللي موجود، يبقى هنا السالب في 1 زائد الفي 2 ناقص الفي 3 بتساوي صفر. فانا بفرض اتجاه تيار كاونتر، قصدي كلوك وايز، في اتجاه عقارب الساعه. ده الفرض الطبيعي بتاعي. اللي مش طبيعي انك تفرض الاتجاه تيار عكس عقارب الساعه، هيطلع في الاخر جهد صحيح، مش هنختلف، بس انت كده بتنقي الحلول، يعني الطرق الشاذه في الحل. فهنا بيقول لك انك دايما بتختار اللي هو الكاونت الكلوك وايز كارنت دايركشن، اتجاه تيار في اتجاه عقارب الساعه، وتبدأ تجمع التيارات بتاعتك اللي موجودة في الدايرة اللي عندك. في ايه تاني؟ نبص على طول على حل تطبيقي مثلا لمثال زي ده. هو طبعا كنت عايز اقول المعلومة بتاعت ان لما ما بيكونش حاطط بولارتي، وده الغالب في المسائل، انت اللي بتحط البولارتي في المسألة، وهنتعرض لمسائل احنا هنفرض فيها البولارتي بتاعتنا دي. هنا using كيرشوف voltage law sum the voltage around each designated pass in the circuit shown. نشوف المثال ده. ده اول مثال تطبيقي، طبعا هو مثال بسيط جدا. ليه بقول عليه ان هو بسيط؟ لانه عامل لك خطوط زرقاء عشان يبين لك اللوبس اللي موجود عندك ايه، وعامل لك بولاريتي هو اللي حاططها بالمناسبه عشان يقول لك اتجاه الكرنت بتاعك ماشي ازاي، وحاطط لك كل حاجه تقريبا يعني. فانت في مساله زي دي يعني بتجيلك الحقيقه مش بالمنظر ده، يعني المثال اللي بتجيلك مش هيجيلك اي لون ازرق من اللي انت شايفه ده من الاخر،
هتلاقي المساله كلها ما فيهاش غير النقط او الرموز السوداء اللي محطوطه، وانت اللي مطلوب منك انك تحط الاشارات والاتجاهات عشان تعرف تجمع صح في المساله اللي عندك. فلو انا عايزه ابدا، هو الطبيعي انك بتبدا بمين؟ بالمكان اللي فيه مصدر، يعني ممكن تبدا من عند اللوب اللي هو الفي اي، من عند السورس الاولاني مثلا. الاول هو انت هيبقى عندك كام معادله. هو بيقول لك ان احنا كيرش فولتج دول بنطبقه على اي لوب مغلقه، فعندك هنا لوب بي هو مسميها بي، ودي اللوب سي، دي اللوب A ماشي، وعمل لك اللوب دي موجوده من بره. فانا هنا اللوب الاولانيه اللي هي اسمها A هاخدها هي على جنب. هو حاطط لي اتجاه التيار، هو فارض عليا ماشي. التيار دخل في السالب احطه في السالب، دخل في الموجه بحطه في الموجه. فالتيار هنا سالب V3 دخل على سالب V1 زائد V2 اهو، بعد كده نزل معايا لموجب V4، بعد كده دخل في سالب ال في بي بتساوي صفر. لما احب اكتب المعادله بشكل حلو دايما اخد المصدر واوديه اليمه الثانيه وكل المصادر اللي بتستهلك لوحدها. في الحاله دي يبقى انا قلت ان الفي رايز بتساوي الفي دروب. ليه؟ لان الفي رايز هو عباره عن الفي بي، والفي دروب هي عباره عن المقاومات اللي استهلكت منه الطاقه او العناصر الاخرى اللي استهلكت منه الطاقه. اللوب اللي هي اسمها بي الثانيه هتبقى سالب في اي، فانا هخلي الفي اي في يمه لوحدها وهودي الحاجات اليمه الثانيه، زائد في 3 زائد الفي 5، وبعد كده مفيش حاجه موجوده في بقيه اللوب. اللوب اللي اسمها سي في عندي مصدرين موجودين، فممكن اقول سالب الفي 6 سالب الفي 5 سالب الفي 4 اهو، انا اتكلمت عن المقاومات، بتساوي ماشي المفروض هنا زائد ال في بي ناقص ال في سي. لو انا هوديها بقى بعد اللي يساوي هتبقى سالب في بي زائد ال في سي. تاخد بالنا من الاشارات، المصادر الموجوده قدامك دي عكس بعض، ده يمشي تيار في الاتجاه ده وده يمشي تيار في الاتجاه المعاكس ليه، فعشان كده هما بيضعفوا بعض. اللوب اللي اسمها دي ناخد بالنا هي فين، هي اللوب الخارجيه خالص، الاوتر لوب دي. فاللوب دي عباره عن سالب في اي، شايفين السهم اهو سالب في اي مشي كده على الخط اللي بره ده، قبله سالب في واحد وقبله زائد في اتنين، يبقى سالب في واحد زائد الفي اتنين. اما كمل بعد كده بره دخل في سالب الفي سي، بعد كده قام مشي لتحت كده لقى زائد الفي سبعة، وبعد كده قبله سالب الفي دي بتساوي صفر. لو عايز اكتبها في الفورم بتاعت الفي رايس وفي دروب بخلي المصادر في يمه لوحدها، يبقى الفي اي تعدي الاشاره والفي سي هتعدي هي كمان الاشاره باشاره موجبه، والفي دي هتعدي هي كمان الاشاره، ويتحط في اليمه الثانيه باقي العناصر اللي هي سالب الفي 1 زائد الفي 2 زائد الفي 7. كده الفولتج رايز بتساوي الفولتج دروب. طبعا ده الحل بتاع المصادر اللي موجوده هنا، هو جمعهم كلهم مع بعض وقال لك ده بيساوي ده وخلاص. دي بقى المسألة اللي احنا كنا حليناها. نرجع للسلايد اللي فاتش احنا كنا كاتبين عليها الارقام بتاعتنا. قالك احسب الفولت اللي موجود هنا اللي وقع على اللوب دي. فلو انا بقول ان ده سالب موجب، يبقى انا بقول ان اتجاه التيار انا هفرضه كده اللي هو كده كله كويس، انا كده ماشية في الفرض بتاعي صح، يبقى سالب الفي زائد الجهد اللي وقع على المقاومة دي زائد الجهد اللي وقع على المقاومة دي بيساوي صفر. طب المقاومه اللي هي الاولانيه اللي 2 اوم، التيار الجهد اللي وقع عليها اسمه ايه؟ عباره عن اي واحد في ال 2 اوم، زائد المقاومه الثانيه اللي هي 3 اوم عباره عن اي 2 في ال 3 اوم بيساوي صفر. يبقى الفي بتساوي الاي واحد كانت ب 3 يبقى ال 2 في 3، زائد الاي 2 كانت ب 4 يبقى ال 3 في 4، يبقى 2 في 3 ب 6 وال 3 في 4 ب 12، يبقى السميشن بتاع الجهد ده هو عبارة عن 18 فولت، ده قيمة الجهد اللي داخل. قال لي كمان انا عايز اجيب قيمة البتري الاي اللي موجود دي، عايز اعرف قيمتها ايه. برضو هفرض اتجاه تيار كله كويس، مش دي سالب موجب، فهو ادي اتجاه التيار كله كويس، فاقوله ان سالب الاي جيت امشي كده لقيت ايه؟ لقيت يعني انا ماشي هو بالاتجاه بتاع السالب بتاعي، خبطت في بوز السهم ده. اتفقنا من المحاضرة الاولانية ان اللي يعكسني احطه بالسالب، فتبقى عبارة عن سالب الاي اتنين في التلاتة. مكملت كده برضو خبطت في بوز السهم اللي فوق، انا ماشي هو مع السهم اهو بتاعي، خبطت في بوز السهم اللي فوق،
يبقى السالب ال1 امبير مضروبة في الستة. كملت كده لقيت الحمد لله اخر واحد ماشي معاه في نفس الاتجاه، يبقى زائد الخمسة في الاي 3. الكلام ده كله بيساوي صفر، يعني الاي بتساوي الاي 2 بكام؟ باربعة، يبقى 3 في 4 بسالب 12 ناقص 6 زائد الاي 3 بكام؟ الاي 3 بخمسة، يبقى 5 في 5 ب25. يبقى انا عندي التوتال باور بتاعت البطارية عبارة عن 25 ناقص الجهد اللي هي ايه؟ بالسالب اللي كانت موجودة دي. ده كده المسألة بكيرشوف كارنت لو بولتش، وبكيرشوف كارنت لو في الأول عشان أعرف أطلع الكارنت، وبعد كده بكيرشوف فولتش لو عشان أعرف أجيب الجهود المجهولة اللي موجودة في الدائرة. هي دي المسألة. المسألة دي أو الكونفجريشن ده مشهور قوي، يعني بيستخدم في استخدامات عديدة يعني، بس هو مشهور كشكل. بيقول ذا كارنت اي نود، التيار اللي اسمه اي نود ده ان ذا سيركت كذا، ده قيمته 1 امبير. فايند الاي 1، هو عاوز يجيب الاي 1 اللي موجود هنا. الحل بتاعي يبقى عباره عن ايه؟ وبعد كده عايز الباور ديسيبيتد ان اتش ريزيستور. هنا بدا يديك مصطلح وياكد عليه، طالما اللي قدامك مقاومات اعرف ان هي هتاخد الباور، ديسيبيتد هتستهلك طاقه. مش مستحيل، وده بيبقى فيت الميستيك، مستحيل انك تلاقي باور على مقاومه بترجع، يعني بتديني المقاومه بتاعتي، الباور بتاعتي على المقاومات لازم أن تكون ديسيبيتد، يعني تكون مستهلكه او متاخده من عندي. ماشي. بعد كده بيقول اتاكد لي ان التوتال باور ديسيبيتد في السيركت ايكويفالنت تو للتوتال باور ديفولبد للسورس، يعني اتاكد لي ان الباور اللي هيطلعها السورس بتساوي الباور ديسيبيتد اللي موجوده في المقاومات. فانا ساعتها هضطر ان انا احسب الباور بتاعت كل مقاومه، هيطلعوا كلهم بالموجب. ماشي. وبعد كده هجمعهم مع بعض وايه، وهشوف، ولازم يطلعوا بايكويفالنت للسالب، الباور السالبه اللي طالعه من السورس اللي ضيعها عليهم او اللي هو ايه صرفها عليهم. يعني نرجع بقى كده الاول، انا عايز اجيب مين؟ ادي اي 1 ده اللي عندي، فانا عايز اجيب قصدي اي نود عندي، فانا عايز اجيب الاي 1 ده مجهول بالنسبه لي. في حلول كتيره موجوده، بس في اسهل حل مثلا ان انا، في ممكن حل ان انا امشي على اللوب اللي بره دي، اقول سالب 150 عباره عن الاي نود في ال 50، وبعد كده في تيار تاني غيرها موجود في 25، ادي لوب ما جابتليش حاجه. في لوب تانيه اللي هي سالب 150 في ال 4 في التيار اللي ماشي هنا، في التيار اللي ماشي في الحته دي اللي هو اي 1، ما جابتليش حاجه. طيب وفي مثلا دي، واحد يقول لي يعني انا مش فاهم اعمل ايه. الحقيقه انت بيبقى عندك حل من اتنين، اما ان في نود واضحه وصريحه اعرف اجمع التيارات عندها واطلع منها التيار المجهول، او ان انت عندك نود فيها تيار معروف فتقدر تجيب بكيرشوف فولتج لو تيار على على الحاجات التانية. انا هعمل ايه؟ انا هستخدم النود الاولانيه دي. النود الاولانيه دي المفروض ان المصدر بتاع اللي هو ال 150 فولت ده مطلع تيار، وليكن هو هنا مسميه اي جي، خلينا نمشي زيه اي جي، لان معظم المسائل بيفترض ان هو اسمه اي جي، يعني with respect to هو جنريتور يعني. فهنا التيار اللي خرج اسمه اي جي، خرج منه 1 امبير اللي هم مشوا كده، وبعد كده خرج منه التيار التاني اللي انا معرفوش اللي هو سماه اي 4، يعني سماه اي 4 عشان المقاومه. بعد كده اي 4 دي جت هنا، خرج منها اي 1 وهيعدي منها اي 10. ماشي. هو سماه هنا اي 3. ماشي. ادي اي 3. بعد كده اي 3 زائد الاي 1 هتساوي هنا مين؟ الاي 2. وبعدين ايه اللي انا ممكن اعمله؟ حاجه بسيطه قوي، ممكن اقف هنا واجمع التيارات عند النود دي، وبعد كده اجمع التيارات عند النود دي واحلهم معادلتين مع بعض في مجهولين. هينفع؟ مش هينفع. ليه؟ لان انا عندي مش مجهولين اتنين بس، انا عندي اكتر من مجهول. فالحل ايه؟ ان انا هستخدم التلاتة نود مع بعض. الطريقة دي مشهورة قوي قوي، من المسائل يعني هتلاقيها تقريبا في كل توبك بتنط، كل توبك بناخده بناخد نفس الكونفيجريشن ده في الحل. طبعا كنت عايزه مساحه فاضيه، فهنا مفيش مساحه فاضيه، فخليني ارجع للسلايد اللي فات التاني. انا دلوقتي هاخد الايه؟ اللوب اللي بره. انا باكد دايما ان في اكتر من حل، حقيقي المسائل اللي زي كده بيبقى ليها طرق كتيره بتطلع في كل توبك كده بطريقه تانية. انا في، هو الراجل مديني هنا الواحد امبير وانا لازم استفيد منه، فلو انا عندي ده 1 امبير وضربته في ال50 يبقى في هنا 50 فولت
وقاعين على المقاومة دي. طب ما بسيطة، انا لو خدت اللوب اللي بره دي هقدر اجيب مين؟ هقدر اجيب الجهد اللي واقع على المقاومة 25. ازاي؟ هقول ادي سالب 150، انا هاخد اتجاه تيار اللي هو اتجاه مع العقارب الساعة، سالب 150 زائد 50 بتساوي زائد الفي بتاعت 25 اوم بتساوي 0، يبقى ده هتبقى سالب 100، يبقى الفي 25 بتساوي 100 فولت. الجهد اللي واقع على المقاومة دي 100 فولت موجب سالب. طيب ساعدني في حاجة، ساعدني كتير، انا كده عرفت اجيب التيار اي 2، يبقى اي 2 عبارة عن 100 فولت على 25، يبقى عبارة عن 4 امبير، وانا عارفة ان اللي داخل 1 امبير وخرج 4 امبير، وانا قلت ان اتجاه التيار اي 3 كده. اعملها ازاي دي؟ هقول ان اي 3 زائد الواحد امبير بتساوي الاي 2، ماشي، يبقى الاي 3 هتساوي سالب 1 زائد الاربعة، يبقى الاي 3 بتساوي 3 امبير. ماشي، انا كده عرفت اجيب مين، عرفت اجيب الاي 3، عرفت اجيب الاي 1، عرفت اجيب الاي 2. كده عندي ايه؟ عندي برضو لسه حاجات ناقصة. افكر كده في لوب تانية ممكن اخدها. لو انا خدت اللوب اللي هنا دي كده تنفع؟ انا عارفة الجهد اللي واقع هنا 100 فولت، والجهد اللي واقع هنا هو عبارة عن اي 3 في 10، فالاي 3 طلعت ب3 امبير، ف3 امبير في 10 يبقى موجب سالب 30 فولت، اللي هو الجهد اللي واقع في الحتة دي كده. ماشي، يبقى لو انا قلت الجهد اللي واقع على المقاومة 65، خد بالك ان اتجاه السهم موجب سالب، يعني انت هتصطدم بالعكس. يعني وانا بلف بالتيار اهوت كله كويس ماشية كده، قابلني بوز السهم فغصب عني حطيت سالب، سالب الفي بتاعت 65 اللي انا مش عارفاه. بعد كده قمت مكملة معاه، قابلني هنا موجب 30 فولت، كملت تاني قابلني موجب 100 فولت، التوتال هيبقى ايه؟ بصفر. يبقى 30 و100، يبقى الفي بتاعت 65 اوم عبارة عن 130 فولت. طب وانا عندي المقاومة 65، يبقى 130 فولت على 65 اقدر اطلع مين؟ اقدر اطلع التيار اي 1. وانس انك جبت التيار اي 1 كده الدنيا بدأت توضح. ليه؟ بقى عندي اي 1 اهو، وعندي الاي 2 اهو، يبقى من هنا اقدر اجيب مين؟ الاي جي. الاي جي عبارة عن اي 1 زائد الاي اللي هو اي 2. كده انا جبت الاي جي اللي موجود في الدائرة. طبعا هو كان كده كده عاوز الاي 1 بس يعني ايه، هو انت عارف انت جبته علشان حاجة تانية، عشان بعد كده اعرف اجيب التيار اللي هو اي 4. بما انك جبت اي جي وعارف ان في 1 امبير خرج منه، يبقى انت قدرت تجيب اي 4. ليه بعمل ده؟ ده مش رفاهية، انت بتعمله لان هو المطلوب اللي بعد كده عايز يجيب الباور ديسيبيتد. طبعا مضطر انقل السلايد ده عشان ما يبقاش فيه مكان. علشان اجيب الباور ديسيبيتد هبدا بقى اكتب الباور بتاعت كل مقاومة. انت كده خلاص كل التيارات انت عرفتها، كل التيارات اللي موجودة في الدايرة خلاص اتجابت، بقاش في حاجة مجهولة عندك. ده كده اللي هو 130 على 65 فتقريبا 2 امبير، ده كان 4 امبير، اي 3 كان كام؟ كان 3 امبير، وده كان ب1 امبير، اي 4 يبقى هنا 2، اي 1 ده كان ب2 وده كان 4، يبقى ده كده كان ب6 امبير. ماشي، وده خرج منه 1، 6 خرج منهم 1، يبقى بقى هنا 5 امبير في الاتجاه ده. ده كده اتجاهات التيار اللي موجودة في الدايرة كلها بالقيم بتاعتها. كل مقاومة من دول هكتبها بالاسم بتاعها، يعني بي يبقى 4، بي 50 اوم، بي بتاعت 65 اوم، بي بتاعت 25 اوم، وبي بتاعت 10. ودايما هقول اي تربيع في الار، اي تربيع في الار، وانت مغمض عينيك كل المقاومات دي بتابسورب الباور. يعني بما انها بتابسورب ايه اللي بيحصل لها؟ يبقى الباور بتاعتها تبقى اكبر من الصفر، ابسوربنج للباور. ماشي، فتطلع كلها بعد ما عملتهم كده دي 150 260 مش عارف ايه، جمعتهم طلع 900. عايز اجيب بقى الباور بتاعه السورس اللي هو ال 150. همشي بالمبدا بتاع زمان، التيار دخل في السالب تبقى الباور بالسالب. الاي جي كان بكام؟ ب6، هضربه في ال 150 اللي هو قيمه الفولت، يطلع لي بسالب ال 900. السالب دي كانت بتقول لي ايه؟ لما الباور بتكون اقل من الصفر يبقى انا نقص مني، يبقى انا ابسوربت فروم اللي عندي، اتاخد من اللي عندي، يبقى انا ديليفرنج او ديفلوبنج للباور دي. فطلع اللي استهلكته المقاومات هو اللي طلعوا السورس، فالمساله بتاعتي صحيحه
وانا كده حققت له الشرط اللي هو كان عاوزه، اللي هو بيقول لي فيرفاي يعني حقق لي ان التوتال باور ديسيبيتد بتساوي التوتال باور ابسوربت. دي برضو مسألة تانية يعني ما فيش فيها حاجة جديدة بقى، ممكن تتحل خلاص كده، افكار بقت واضحة، تستخدم هنا الكيرشوف فولتش لو، فمبقاش فيها حاجة صعبة ممكن نحلها تاني. دي بقى مثلا analysis of any circuit containing dependent sources. لو انا عندي في اي دايرة بقى موجود فيها dependent source هحلها ازاي؟ الحاجة الوحيدة اللي بيزودها الديبندنت سورس في الدايرة ان هو بيزود لي معادلة، يعني بتعامل معاها عادي ان هو يعني لو هو current source هتعامل معاها عادي ان هو current source، لو هو voltage source هتعامل معاها عادي ان هو voltage source، بس بعرف ان هو يزود لي معادلة. طب نحل كده، بقول for the circuit shown we want to apply Kirchhoff's and Ohm's law. احنا هنستخدم Kirchhoff's و Ohm's law، يعني هو بيعرفك ايه اللي تستخدمه في الحل، هو انت ما عندكش غيرهم اساسا لغاية دلوقتي. يعني هو عاوز يجيب مين؟ هو عاوز يجيب قيمة الجهد في نود اللي موجود على المقاومة ال 20 اوم اللي عندي دي. التيار ماشي هوت، ده سالب موجب، يبقى هنا موجب سالب، ده البولارتي اللي وقع على السورس ده، والتيار ده برضو موجب سالب. لو انا عملت هنا ده اتجاه التيار اللي في المش اللي قدامي دي، وحبيت ان انا اطبق كيرشوف فولتج لو، فتبقى هنا سالب 500 عشان وانا ماشية كده قابلت السالب، دخلت كده قابلت الموجب، موجب الخمسة اوم مضروبة في الاي دلتا زائد الفي نود ماشي اللي هو موجود في الحتة دي بتساوي صفر. واحد يقول لي عندي معادلة واحدة فيها مجهولين، هو ما فعلا مجهولين. طب تعالى نبص كده، التيار اي دلتا داخل كده، والتيار اللي جاي من هنا مش ده كارنت سورس، مطلع لي كارنت سورس اسمه خمسة اي دلتا، يبقى اي دلتا وخمسة اي دلتا، يبقى اللي خارج من النود دي كام؟ مظبوط، هيبقى ستة اي دلتا. يعني عايزة اقول كده ان الفي نود دي عبارة عن العشرين اوم مضروبة في ستة اي دلتا، يعني اقدر اشيل الفي نود من هنا واحط مكانها كام؟ يبقى المعادلة بتاعت سالب 500 زائد الخمسة في الاي دلتا زائد العشرين في الستة في الاي دلتا بتساوي صفر، بقت معادلة في مجهول واحد بيساوي اطلع من هنا الاي دلتا. اللي انا قصدته بقى من كلمه ان الديبندنت سورس بيزود معادله، هي المعادله اللي بتحل لك الحكايه، ادي المعادله اللي هو زودها اللي هي بيسموها الكونستريند ايكويشن. انت اول ما شفت كده الاي الكرنت سورس ده اسمه كرنت كنترول ذا كرنت سورس، قلت مين الاي دلتا ده موجود فين، فروحت دورت عليه، فهو اداك معادله زياده، يعني هو مش وحش، هو ساعدك في الحل. ده اللي هو السوليوشن بتاع المساله، في مسائل ليها الحل بتاعها موجود وفي مسائل الحل بتاعها انا ما بحطوش. يعني طبعا هي كانت لها كذا طريقه في الحل، بس اللي انا حاطه دوت يعني اسهل طريقه انت ممكن تستخدمها. يعني عمال يحل مش عارفه ايه ده كله الحقيقه، يعني موضوع ابسط من كده بكتير. يعني بكده بنكون احنا نهينا كيرشوف كارنت لو، كيرشوف فولتج لو، واوم والباسيف ساين كونفنشن، بناخدهم مع بعض وندخل بيهم على الشابتر اللي جاي. بيبقى الحاجات دي خلاص بالنسبه لنا بقت مسميات اساسيه في الهندسه الكهربائيه، سواء في الكورس بتاعنا او في اي كورس تاني انت بتاخده، ما بيعيدش الكلام ده تاني. كل الهنت والتيبس اللي عمال يوريها لك في المسائل والحاجات دي هو عارف ومتاكد ان انت اكيد خدت الحاجات دي في كورسات، يعني في مرحله تعليميه متقدمه او قبل كده، يعني سابقا اقصد، يعني فهو عارف انك اخدت ده. بس الفكره كلها تمهيد للي جاي، اللي جاي احنا بنعتبر ان ده كله unknown، الافكار هتلاقيها بتكبر، بس الحلول دايما وانا باكد الحلول بتيجي من القوانين البسيطه اللي زي دي. نشوفكم ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه.